لم يكتفي الحوثي بالصراع مع دول المنطقة والصراع مع الشعب اليمني، فذهب يفخخ البحر الأحمر ويأتينا بأمريكا وبريطانيا تدمر اليمن، ولم يكتفي بذلك فذهب يأتينا بإسرائيل لتقصف الحديدة. من الذي فرش الأرض اليمنية بالألغام؟ إنهم الحوثيين. من كم من الآلاف قتلوا؟ عدد قتلى اليمنيين والمحبوسين والمصابين في أحداث حرب اليمن يفوق بكثير ما حدث في غزة. الموت لأمريكا هو شعار فوقي، لكن من تحت الطاولة أمريكا لا ترى في الحوثي عدوا. جماعة الحوثيين تريد أن تقول لليمنيين وللخارج بأن مساندتها للفلسطينيين كما لو أنها تغسل ملفها من دماء الشعب اليمني، وتعطيها حق بأن تقتل اليمنيين طالما وهي تدعم الفلسطينيين. هل تستسهلون بأن طالما أن الحوثي قد دعم الشعب الفلسطيني بكم صاروخ وأقلق الملاحة الدولية، إذن فليذهب اليمنيون إلى الجحيم؟